أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين، طابة عزام قناة الشرطة والأمن. في هذه الحلقة الأوضاع صعبة على الطرق، وصلت درجة الحرارة إلى ما تحت الصفر مئوي، والطرق والجسور كلها في هذا اليوم يعني متجمدة بشكل يعني متعودين عليه إنه على مستوى السنوي، لكن ليس كما في كثير من الولايات الأخرى. فاللي حاولت أنا الذهاب إلى الطريق للعمل، فلازم أمشي حوالي 40 كيلومتر بالساعة أو تقريبا 20 ميل 25 ميل بالساعة لأوصل المسافة اللي هي والمسافة بعيدة شوي. فمدير الشرطة أذن لي إنه قال لي خلاص ارجع البيت، ما تخاطر بنفسك على أساس تيجي تشتغل اليوم. فقلنا نحاول نشارك معكم الطريق اليوم شو على أساس تشوفوها، وتشوفوا كيف إن في عندنا كثير من الناس اللي ما عندهم اكتراث ولا عندهم يعني الحس الأمني بالسياقة، وإنه يعني ما بيكترثوا بحالات الطريق مثل هذا اللي شفناه اللي عدى عني. فقبل قليل كنت في جاي على مكان الحادث هذا اللي أمامنا، لكن جاي بالطريق المقابل، فكانت سيارة الإطفاء جاية على مكان الحادث، واللي صار إنه كان في شاحنة مثل هذه اللي شايفينها على الشمال، وحاول يتجاوز عن سيارة الإطفاء، يعني شوية سبب يعني كان سبب حادث آخر وأنا كنت جنبه، فشوية ولا خبط فيها. ففي أنا كثير من هؤلاء يعني اللي ما عندهم اكتراث. المهم بس حبينا نقولكم يعني خلوا بالكم من حالات الطقس السيئة، ولا اللي عايش في تكساس أو اللي عايش مثلا في الآن الأوضاع في عنا موجات حرارة أو موجات صقيع من القطب، جاي من القطب الشمالي، فوضعها يعني شوية تعبان مثل ما احنا شايفين الآن في حادث على الجهة المقابلة، والمسافة يعني مع انه ننصح الجميع انه ما يطلعوا بالشارع الا اذا كان في حاله ضروره قصوى جدا. فالمهم يعني هذا اللي عنا. المهم احنا اقتربنا الان من 300 الف مشاهد في مشتركين في القناه، فشكرا للجميع والله من كل قلب، شكرا للجميع على هذا الاشتراك وعلى الدعم وعلى جميع التعليقات وجميع الاقتراحات لعمل مواضيع مهمه بنحاول نلبيها دائما. و يعني بجد ما لو ما كنا وصلنا للمرحله اللي احنا فيها الان، هذا هو اللي حبيت اقوله. ويعني لكن حبيت اني اعمل جائزه لما نوصل ل 300 الف مشترك، بدي اعمل دوره يوم كامل سعرها تقريبا 1500 دولار بيكون، لكن بدي أعملها مجاناً لاثنين من المشاهدين. إذا حد موجود مثلاً في ولاية تكساس بدنا نعمل، أو في أي مكان آخر بدنا نعمل جائزة لاثنين، يمكن نعملها لثلاثة نشوف كيف الوضع. فنعمل دورة تدريبية على المسدس، نعمل دورة أيضاً على نطلق فيها بعض المسدسات اللي عرضناها بالقناة، وكذلك بندقية M4 وكذلك بندقية AK-47، أو للي بحب يجيب معه عدته يعني بكون ممتاز. هذا يعني بكون اللي بحب إنه يجيب سلاحه معه ياريت، اللي ما عنده ممكن يعني إحنا بنقدم له إياه هدية مني، لكن التدريب مجاني مني أنا من الضابط عزام من قناة الشرطة والأمن لعدد من المشاهدين، بنقرره يمكن بعدين. المهم حبينا انه نقرر او انه نخبركم بهذا الشيء، وان شاء الله يستمر دعمكم للقناه وانه تكبر فيكم ويوصل عدد الاشتراك لعدد كبير. واحنا طبعا المهم عندي مش عدد المشتركين، مع انه يعني كثير بدعم، لكن المهم عندي انه نوصل ماده مهمه للجميع اللي يستفيدوا منها، سواء كانوا من المدنيين او من الزملاء اللي يعني بيشتغلوا في نفس المجال، او لاي حد عنده حب اطلاع على هذه المواضيع المهمه اللي بنطرحها في القناه. فنشكركم الجميع، يعطيكم العافيه، وابعدوا الاسلحه من تناول الاطفال.